دخلنات، ما تكونوا بخير على خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي ما غادي يكون فلوغ الى مدينة البورصة. كيعودوا على هاد المدينة اللي زوينة بزاف واللي جات تركيا خص ضروري يمشي يزورها. فاحنا اليوم درنا مع واحد لاجونس غادي تجي تاخذنا من لوطيل ودينا لهاد المدينة هادي. خصكم مروحة تروحت من جيت لهنا ما تدوش على منظر اللور كاين الروينة فما كنقدرش هذا. فيلا نمشيو نستكشفوا هاد المدينة هادي ونشوفوا واش بصح كتستحق انكم تمشيو تزوروها اولا لا. فيلا شوفوا اليوم الستايل داكشي ديال تركي وداكشي تقدينا تقدينا الحوايج. انا اللي موجود في قصر السلاطين تحت الجسر العشية بالرجاعة حبين معانا القصر. اما فوق هنشوف اكبر جامع بتركيا اللي هو جامع تشملجا. تم بناء الجامع من قبل رجب طيب اردوغان وبعد بيكون قريبا بيت رجب طيب اردوغان بتل تشملجا. الجامع بين 963 البنات كما كتشوفوا يلاه وصلنا للبورصة ومتوجهين للمسجد الأخضر والمسجد الأزرق وسوق الحرير اللي مسمينه سوق الحرير. واش بصح كيبيعوا الحرير الله أعلم. فيلا تمشيوا معايا نشوفوا هذا السوق. خير وصلنا للبورصة دابا البنات يلا وصلنا للبورصة. جينا السوق الأخضر سوق مسجد الأخضر. دابا غنمشيو للمسجد المسجد الازرق. كاينين جوج انواع المساجد ازرق واخضر ما عرفتش الفرق بيناتهم. فهاد الازرق في مقبره ما عرفتش شكون لا تما بحال الوالي الصالح ديالنا في المغرب. فيلا نمشيو نشوفوا المسجد الاخضر. فهنا البنات في كاينه هاد البورصه اللي مكتوبه بهاد الحجر والسوق الحرير والمسجد الاخضر والمسجد الازرق. وكان فيها واحد السويقه صغيره ورانا غادي نوريها لكم قبل ما نمشيو للسوق الحرير. هذه البنات هي هاد السويقه اللي قلت لكم يعني سويقه صغيره فيها الاشياء القديمه بحال الخرده واشياء تقليديه لباس تركي اواني الطبخ ومجموعه من الاغراض.
فهذا البنات هو سوق الحرير، السوق المسمى بالسوق الحرير اللي فيه مجموعة من الأغراض تركية مثل كؤوس شاي، أواني الطبخ، وهاد المصابيح المعروفة في تركيا. أي واحد غادي يمشي تركيا غادي يشوف هاد المصابيح هادو حيت موجودة في كل مكان، بالإضافة إلى مجوهرات ولباس شالات حجابات وبزاف بزاف ديال الحوايج. فهنايا البنات رجعنا للباص متوجهين للتلفريك اللي غادي ياخذنا لواحد المنطقه جبليه، تما غادي نتناولوا وجبه الغداء. فيلا نمشيو نشوفوا هاد المنطقه هادي واش زوينه ولا لا. اخيرا وصلنا للمنطقه التلفريك، خدنا التيكت ديالنا ودابا كنتسناو الدور باش نطلعوا تحنايا في التلفريك. التلفريك منظر رائع بزاف البنات، ننصحكم انكم تجربوه لانه واحد المنظر اللي ما نقدرش نوصف لكم يعني هذا المنظر حيت غزال غزال بزاف. معلومه واحده اخرى البنات، ان هذا التلفريك هذا هو اول تلفريك في العالم من حيث البعد ديالو من الارض، انه كيعتبر اول تلفريك عالي جدا.
الجبل، فهناك واحد السوق صغير في الأكل، شاي، صابون، قهوة، لباس، يعني سويقة صغيرة. ومن بعد غادي نخرجوا من هذه السويقة، هذه غادي نمشيو لواحد مثل الغابة. فيلا معايا يا جميع. لما عندك هذا الكاميرا هو ما بيجي. أيوة. في دببة هناك. هو تيجي. عندكم ما يقدر يقدر يقول مش هدور في. كم هذا بيجي؟ وراء. واخيرا وصلنا الى قمه الجبل. هذه هي الغابه اللي كاينه في قمه الجبل، اسمه جبل اولداغ الاخضر، كيكون في الوقت المطر، يعني عامر بالثلج، كيكون مغطي كله بالثلج. فالبورصه انا عندي احس ان البورصه في فصل الشتاء كتكون احسن من فصل الخريف. فهنايا كان مجموعه من المطاعم كما شفتوا. هنايا غناخذوا وجبه الغداء ديالنا. وجبه الغداء انت كطيبها راسك، يعني كيعطيوك اللحم والسلطة والمشروبات واي شيء بغيتو، ولكن اللحم نتا كطيبو، كيجيبو لك بحال مجمر صغير وانت اللي كطيب الماكلة براسك. كما كتشوفوا حنايا دابا في التلفريك البارين اللي شي المغطي في لبس الكبوط، عرفتوا لموت البرد. حنا دابا طالعين في الجبل، هانتوما المنظر، ما عرفتش اش كيوقف. نقلب لكم الكاميرا تشوف. Thank you.
البنات هابطين حيتاش طلعنا للفوق وما لقيناش شي حاجه اللي زوينه. كاينه واحد القهوه اللي محرتكه كما كنقولوا، ما كاين لا طواليت حتى شي حاجه، المهم قهوه تقليديه. فدابا حنا هابطين راجعين فحالنا باش نرجعوا للباص ونشوفوا فين غيديونا. فالبورصه ننصحكم تجيو ليها في الوقت ديال الشتاء يمكن، حيتاش كل هاد الاماكن اللي مشينا ليهم كيكونوا زوينين في الشتاء ملي كيكون الثلج. فيلا نمشيو نشوفوا فين غيديونا عاوتاني المرحله الثالثه والرابعه، ويلا نمشيو جميع. Thank you.